وان الوعي للاي كوميرس مش بس محتاج يعني ان حد بيبيع وبيشتري يعني، ممكن يبقى وعي. ده الويب سايت بتاعكم بالمناسبه؟ اه ده الويب سايت بتاعنا. فهي جزء من الوعي اصلا، فكره زي الحكومه الالكترونيه دي حاجه برضه بتساعد وبتجيب استثمار. فالوعي على الانترنت مش بس بيقتصر على بيع وشراء او حاجه معينه، في قطاعات كتيره جدا. فاحنا نفسنا يعني شفنا لما ان الشباب خلال الثوره استفادوا من الانترنت ان هم يطلعوا بثوره. فانت ممكن تعمل شركات، ممكن تبني يعني تعمل اقتصاد رقمي في مصر ويبقى قوي جدا عن طريق الانترنت. كويس. يعني زي ما عملناه في وعي سياسي ممكن يبقى وعي اقتصادي يعني. طب هل في تعاون مع بعض الخبراء والمتخصصين ولا لا؟ اه طبعا بقوه كمان يعني، احنا حتى في ناس من بره مصر كتيره جدا اصدقائنا وناس دكاتره في الاقتصاد، هما اللي بيحطون الاستراتيجي بتاعه الموضوع ده. حتى لو حد جه عنده مشروع فكره حتى ومش عارف يعمل ايه فيها، مش عارف ازاي يخليها تمشي، احنا عندنا خبراء في ناس في المانيا حتى مصريين، انما هما دكاتره في الجامعه. تمام. في المانيا. تمام. وده الشيء الجميل ان احنا المصريين اللي خرجوا بره المصريين وعلوا من الدول ديت واستفادوا، بدأوا هما كمان يفيدونا احنا كمان. ما لازم بقى نستفيد بعد الثوره دي كمان. وكمان احنا في الامارات مثلا، محمد حواس ده كان صاحب الفكره الرئيسيه. تمام. هو شغال يعني تقريبا هو يعني صاحب الرياده في الموضوع ده في كتير قوي من الويب سايتس في الامارات. فلا احنا عندنا يعني خبره جدا في المجال ده، بيدونا استراتيجيز كامله عن الحاجات دي ممكن تمشي ازاي لينا وللشباب اللي بيجوا لنا. او حتى لو احنا بقى عندنا احنا عايزين مبادره نعمل مشروع معين، هو اللي بيبقى الباك جراوند بتاعتنا. كويس. طب لما بيجي شاب عنده فكره لكن هو مش عارف ازاي يبتدي ومش عارف الاتجاه هيعمل ايه، هل انتوا في اللحظه دي بتساندوه بكل الاحتياجات اللي هو محتاجها ولا لا؟ احنا بنعمل يعني عندنا كذا نشاط بنعمله زي وركشوبس، يعني بنعمل وركشوبس عن كل حاجه بنيدد. وبنعمل يعني فيديو ريبورتس، المفروض نعمل تقارير للفيديو دي تنزل على الانترنت عشان تبقى متاحه لكل الناس، مش مجرد بس ان انت تبقى مقيد انك لازم تيجي عندنا. كمان بيبقى في مؤتمر سنوي، ده بيبقى كل سنه، والسنه دي هو هيبقى في يعني هو هيبقى السنه الجايه في مصر ان شاء الله، وهيبقى الموضوع بيدور حوالين المدفوعات الالكترونيه في الدول الناميه. يعني انا يعني دلوقتي احنا مثلا عندنا مشكله زي مثلا الدعم ده، مثلا ده مشكله كبيره. انت ممكن اوريدي لو استخدمت الانترنت الناس مش تحتاج تروح تقف طوابير او كده عشان ياخدوا السلعه، اوريدي ممكن بس يسجلوا يعملوا ريجستريشن والحاجه تجيلهم، او هم مجرد يروحوا يستلموها. فممكن في حاجات كتير، مثلا لو انت عايز تقطع تذكره طياره مش لازم تروح شركه طيران بنفسك، ممكن تحجزها عن طريق الانترنت. فكل دي في الدول الناميه حاجات مش موجوده. انا كويس انا معاك في الحته دي، ولكن انا سؤالي بيشغلني. انا دلوقتي شاب وعندي مشروع ومش عارف ابتدي منين. هسمع برضو الجزئيه دي بشكل خاص، بس نشوف معانا التقرير اللي احنا بنطلق فيه شعار مهم جدا، بطل وغير. هنبطل ايه وهنغير ايه؟ نشوف في التقرير. من النهارده هنبطل نقول مين مسلم ومين مسيحي، كلنا مصريين. من النهارده هنبطل نعمل اعتصامات في غير اوقات العمل، هنفكر بس في الشغل والانتاج. من النهارده هنبطل كل واحد ياخد حقه بايديه. من النهارده كلنا مستويين قدام القانون. يا ريت نبطل حكايه حط الحواجز في الشارع عشان ده بيت مسؤول كبير. من النهارده الشارع ده لينا كلنا وهنحافظ عليه. يا ريت نبطل ونغير، ونبطل كل سلبيه ونغير كل سلبيات ونجعلها ايجابيات، لان ده اعتقد ان هو اللي هيفيدنا كلنا. نعود لضيوفي مره ثانيه، وانا دلوقتي عندي مشروع، هل لما انا ابتدي اتواصل معاكم هتقدروا تحطوني على التراك الصح اللي انا هبتدي اتحرك فيه؟ ولاي مدى تقدروا تساعدوني؟ هقول لك، احنا عندنا بالذات لما حد بيبقى جايب مشروع لازم بيعدي على كذا مرحله عندنا كده. اولا اللي هو المشروع ده مصنف ايه؟ هل هو مشروع بس ينفع
ما يبقاش فيه برودكت، ما يبقاش فيه منتجات ماديه. يعني مثلا بيكتب قصص مثلا، هو عايز يعمل قصص، يبقى بيجي الاول في فتره التصنيف. يعني انت مشروعك ايه؟ انا ببيع كذا كذا او بعمل كذا كذا، يبقى انت مصنف في الحته دي. طب انت محتاج راس مال قد ايه؟ طيب لو افرض انت ما تعرفش انت محتاج راس مال قد ايه، طب تعالى نقول لك ازاي الاول تعمل راس مال، تعمل موازنه لنفسك بشكل بسيط جدا، يعني عن طريق الفيديوز او عن طريق البرزنتيشنز اللي احنا بنعملها، وعن طريق الحاجات اللي بتجيلنا من بقول لك الناس اللي هم بره محترفين في الكلام ده بيبعتوهم. هل ممكن يتم التواصل ما بين الشاب وصاحب الفكره او المشروع مع المتخصصين؟ طبعا هم المتخصصين دول عباره عن جزء مننا من المبادره، لان هم شباب زينا بس هم اجتهدوا شويه وبقوا خبراء في الموضوع بره، زي ما قلت انت طلعوا بره وعملوا حاجات كويسه جدا، فهم ليهم كونتاكت معانا شخصيا، وساعات بينزلوا مصر يعملوا ورك شوبس تبعنا برده فري في الناس كلها ممكن تحضر عادي. كويس. فهو خلاص هيتعلم يعمل موازنه، هيبدا محتاج قد ايه، طب انت محتاج كذا، طب هل انا هعرف اجيبه له ولا يساعدني هو نعرف نجيب الفلوس دي مع بعض؟ يعني انا هو عنده فكره وانا وسيط ما بينه وما بين الناس اللي هم ممكن يدفعوا فلوس. زي ما كانت منا بتقول في الاول، انا عباره عن ملتقى للاثنين، انا اعرف ناس كتير او ممكن يجيبوا تمويل الناس دي، والايديا ميكرز او الناس اللي عندها فكره ممكن ما تبقاش تعرف او مش عارفه الطريق عامل ازاي. تمام. فانا ممكن اوصلهم بده. كويس. بالاضافه ان انا بقى كخدمات انترنت او كفكره ان انا هذه الاعمال كلها ستدار الكترونيا من خلال شبكه الانترنت، ده بيوفر حاجات كتير وبيسهل حاجات كتير جدا، اللي هو ممكن بيسرع جدا ممكن حتى هو يستفيد مني ان انا يا سيدي هعمل لك الويب سايت بتاعك خلاص، وهعمل لك اداره للويب سايت ده، انت كل اللي عليك ان انت بس تعمل المجهود بتاع المنتج نفسه، وانا مش هاخد منك فلوس، انا بس وسيط. كويس. انت فاهم؟ بس طب ما انت دلوقتي بتقول مش هاخد منك فلوس، طب انت هتستفيد ايه؟ هستفيد ان لما الوعي ده يحصل اعلانات؟ لا خالص انا احنا منظمه غير هادفه للربح اصلا. لا بس فرضنا ان في حد عايز يعمل اعلان عندك على الموقع على الويب سايت، لو حد صاحب، لو شاب صاحب فكره عمره ما هيبقى عايز يعمل اعلان، انما لو حد من الممولين عايز يعمل اعلان هاخد منه فلوس طبعا. تمام. انما الفلوس دي هتروح فين؟ هتروح في تحسين اداء الشركه اللي ماسكه مشروعات الناس. صح. انت فاهمني؟ كويس. انما عمرها ما هتبقى في شكل ارباح، لان ده الاستراكشر، ده الهيكل الاساسي لينا، ان انا مش بهدف للربح، الاسلوب اللي بيتم بيه الاداره، ده المبدا العام لينا. انت فاهمني؟ خصوصا لو في حاجه حتى دلوقتي في البلد معروفه جدا اسمها اللي هو التسويق اللي عن طريق شبكه الانترنت. الموضوع ده لو احنا المشروع المبادره بتاعتنا عملت اللي عليها، الموضوع الانترنت او التسويق الالكتروني ده هينتقل برؤوس المال بدل ما هي من الدولار للجنيه المصري. وبالتالي بدل ما الناس تشتري برودكتس من بره، منتجات من بره. كويس. وتدفع بالدولار، لا هتشتري من هنا وتدفع بالجنيه، وبالتالي عجله الاموال هتدار هنا وليس في الخارج. ده تمام. طيب انتوا بتجهزوا لمؤتمر خلال الفتره الجايه، عايز اعرف ايه موضوع المؤتمر ده؟ هو هيبقى مدته 5 ايام، زي ما قلت قبل كده ان احنا نبتدي نشوف تحدي موجود اوريدي في العالم، يعني على تجاره الانترنت. فاحنا اخترنا السنه دي الموضوع هيبقى مدفوعات في الدول الناميه، فاول يومين ده هيبتدوا البارتيسيبنتس معانا، هم هيبقوا يعني ناس من مصر وناس مش من برا مصر. تمام. يقعدوا يفكروا ازاي ممكن نحل المشكله ديت، وايه اللي هي التحديات وازاي نحلها، وايه اللي هي التوصيات اللي هنطلع بيها. وده هيكون بالتعاون مع ناس برضو خبراء في الانترنت وليهم مشروعات قبل كده. وبالنسبه لثالث يوم هيبقى سكسس ستوريز، بقى ناس اوريدي عملت مشروعات ونجحت فييجوا يشاركونا بيها. ورابع يوم هيبقى زي شركات تمويل، معرض لشركات التمويل سواء من بره مصر او من جوه مصر، علشان يبقى في احتكاك مباشر ما بين الشباب اللي عندهم افكار ما بين الشركات التمويل. وبالنسبه لاخر يوم هنختار احسن 3 افكار طرحت من الشباب، ونديهم زي جوائز ماليه عشان يبتدوا بيهم. تمام. ده شيء جميل قوي. احنا للاسف الوقت انتهى، لكن بنبقى محتاجين نوصل رساله لكل الشباب اللي بتتابعنا النهارده، فهنبتدي الرساله هنقولها لهم ايه؟ انكم خليكم متفائلين وخليكم ماشيين ورا مشروعكم، لانكم ان شاء الله كده هتنفذوا يعني بدل في مخكم ان شاء الله. عمرو ان شاء الله، يعني كل واحد فينا عنده حاجه كده جواه بتبقى تنفع، امل صغير كده يفضل وراه، زي ما منا قالت يفضل وراه، الفكره هتبقى ان شاء الله حقيقه. الموضوع سهل جدا والله، بس هو الواحد لما بيصر على حاجه بتكمل ان شاء الله، فبس يعمل اللي عليه، يبذل مجهود، وان شاء الله الحاجه هتتحسن ان شاء الله. عمرو احمد يسري ومينة الله خالد، شرفتونا ونورتونا النهارده، بتمنى لكم التوفيق.
طول ما انتوا بتعملوا امور ايجابيه لخدمه مصر، فانتوا شباب مصر اللي بجد اللي احنا بنحترمهم ونقدرهم. شكرا ليكم. شبابنا مشاهدينا في كل مكان، اعتقد ان احنا محتاجين كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. ليه؟ علشان خاطر نتقدم بنفسنا ونتقدم ببلدنا، بلدنا تتقدم بشبابها اللي قاموا بثوره عظيمه هي ثوره 25 يناير. نتمنى تكون حلقه النهارده نالت رضاكم واعجابكم. ما تنسوش مواعيد البرنامج جمعه سبت حد اثنين من الساعه 5 للساعه 6. بشكر كل الساده المشاهدين وبقول لكل الشباب السلام عليكم.